taxes, oui. Taxes, je vais dans le propre pouvoir, juste pour le point, on va passer. Ah, ça, je peux rentrer. Ah, on se passe. Osteoporosis of the femoral neck of a 82-year-old woman with osteoporosis and a femoral neck fracture. زين شوفوا شلون هنا صاير osteoporosis and femoral neck fracture. يعني هذا normal bone هنا هذا osteoporosis and fracture. شوفوا من الجيومتري صار هذا. وبعد ذا دونت بروم كات كده سيفيتس. شوفوا هنا normal. شوفوا شو الفرق بينهم. هذا normal bone وهذا osteoporosis. شلون بهذا شقد في فراغات؟ شقد تقلل الماس مالته؟ فطبعا راح يكون عرضه للفراكشرز اكثر. زين. هاي الصوره شفناها تمام نورمال فيرتبرا، اوستيوبارتيك فيرتبرا شوف الفرق بين الماس مال البون وهنا اوستيوبارتيك كومبرشن فراكشر. زين. هاي اللي بعدها من الصوره، شوف هاي نورمال بون، شوف هنا صوره تكبير للبون بس للتعبيف اللي مال البون. شوف هنا نورمال بون، شوف الاوستيوبارتيك، شوف كيف الفرق. هنا يلا هذه شفناها بيرس الترابيكلي اوف ذا بون ار ثين اند ثين اند وايت فيكست. هاي ايضا صورة اخرى اوستيوبوروسس هم يشوفوا ما باقي ترابيكلي تقريبا طلع شلون تقريبا راح الترابيكلي باقي شيء بسيط كله. شوف هذا بيرتبرا بون وذ ديكريز بوني ترابيكلي اوف ديكريز سايز فروم اوستيوبوروسس شلون زين هاي بالفيرتبرا شوفوا ما باقي تقريبا ترابيكلي باقي بس شيء بسيط والبقيه كلها بون بون. هاي شفناها الصوره هذا النورمال بونز هاي ريكتس هاي بون اوف ذا نورمال بونز. شوف الطلاب هذه طبعا اللي راح نشوفه بالاطفال هذا هو البون اوف ذا ريكس ريكتس. زين شوي يعني اوستر مالاتس هاي اوستر مالاتس كلير كمبيوتر كل هاي هنا شنو؟ هذا سنت شوفوا هذا من واصل من واصل للجلد يكون سنت. شوفوا هذا شو صاير كل الليل تاخذون شوف كل الليل ايش صاير نتيجه الاوستيومالاتس. هاي الصور يعني صور توضيحيه شوفوا هاي المكان شو صاير في باص هذه مايكروسكوبيكلي شو راح نشوف هاي جينيك اوستيومالاتس شوين سوبيوريشن اوف ذا بلاستيك بروسس اوف ذا بون. هاي هنا شنو؟ هاي المجموعة هنا صح؟ هاي المجموعة كلها نسميها سبيوريشن يعني هاي صار هنا فص كلش ما فص صحيح؟ هيجي هيجي يعني كمية من الفلاتر سيلز مكان واحد عادة يكون فص هذا نسميه فص فصار عنده فص فورميشن وذ ليكوفاكتيف وذ لاكلايز ذا بروسس اوف ذا هذا هو سيكوستروم اللي هو شنو قلنا؟ بوني داخل شو اسمه؟ بوني داخل؟ داخل الابسس. شنو هو سيكوستروم طلاب هنا؟ هو بوني داخل الابسس. شوف الطلاب هنا وهاي شنو اللي حوله؟ تشوفون هاي السيلز كلها شنو ثاني السيلز؟ ليفت السيلز هذا فاس. هذا باص كله هاي الابسس حولها وهذا سكستروم داخل. زين هذا شنو هنا؟ هاي سايلنس صح؟ هاي هنا وهنا سايلنس من البون. زين شنو الانفاكروم؟ شنو الانفاكروم طلاب؟ اي تفضلي. لا الواحد يعني اللي هو من السرق وانتاج مع طبقه جديده من البون عن طريق البريكوندريوم بس عادي صوتش على مود يسمع البريوستيا نضيف طبقه جديده من البون ايوه يا احنا ما لنا علاقه بالصوره احنا لنا علاقه بالصوره نفسها شوف شو صار هذا مو اللي يكون لابس يعني جزء من الطبقه صحيح بس هو هذا السنس تراكت اللي هو شنو هذا شنو هذا قلنا عليها الهانش باك ديفورمتي هاي تقوس الظهر اللي يصير نتيجه شنو شو نسميه؟ البوست ديزيز اللي هو شنو؟ اللي هو شنو؟ توبركلوزز وين؟ بالكتف. شو هذا؟